ذات المساء الخير إليك لك مسنجر. ولمشاهديك الكرام، ولكن أنا باعتقادي أنه من البداية يعني إسرائيل لم يكن لها أهداف معينة في قطاع غزة، وكان هدفها الوحيد هو القضاء على الجهاد الإسلامي، هذا الهدف الرئيسي، ويعني استدراج واستهداف القادة العسكريين للجهاد الإسلامي، وأثبت بالتالي بعكس ما كان متوقعه الجانب الإسرائيلي، واستطاع أن يبقي المواطنين الإسرائيليين بالملاجئ والغرف الآمنة 3 أيام قبل بدء المعركة والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعد ذلك يعني استمر إطلاق الصواريخ حتى الآن، يعني ونحن قبل الهدنة بنصف ساعة تقريبا ما زالت صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة. ويعني لو قسنا بمعركة سيف القدس كانت تطلق يوميا عدد الصواريخ التي تم إطلاقها بشكل إحصائي 365 صاروخ بشكل يوميا، وهذا كان يعني مشاركين بهذه العملية جميع الفصائل المقاومة في غزة. أما اليوم والجهاد الإسلامي لوحده في هذه المعركة، بحيث حماس لم تنضم أو سرايا كتائب القسام لم تنضم إلى سرايا القدس في هذه المعركة، الحصيلة بالتالي هي 350 صاروخ أطلق بشكل يومي منذ بدء هذه المعركة، والجهاد الإسلامي أثبت أنه باستطاعته الاستمرار ولم يستعمل كل ما لديه من صواريخ، وحيث صواريخه تعدت تل أبيب، وهذه السابقة الأولى يعني التي يحصل بها استهداف تل أبيب بهذا الشكل، وهي نقطة جدا حساسة بالنسبة للمواطن الإسرائيلي، وحتى صواريخه وصلت إلى شمال تل أبيب، وصلت إلى نتانيا تقريبا، وهذا يعني كان عامل مفاجئ جدا للجانب الإسرائيلي، يعني لم يتم عودة الطائرات عندما تقصف بغزة إلا الصواريخ كانت تنهال على جنوب إسرائيل. في ظل هذه المعادلة كان لابد من الإسرائيلي أن يختار إما الاستمرار بالعملية ومنها حماس سوف تنضم إلى هذه العملية، أو أن يقبل في شروط جهاد الإسلامي ومنها إطلاق الأسرى، وأيضا هناك معادلات أخرى سوف نسمعها بالبيانات التي سوف تصدر بعد قليل. أعتقد أنه استطاع أن يعني يفرض ويملي شروطه على الجانب الإسرائيلي، ولذلك تأخرت هذه الهدنة منذ الساعة 8 إلى الساعة 11 طيب والنصف يعني ليلا. دكتور حسن، يعني هنا بحسب ما تفضلتم به من حديث هناك تخوف إسرائيلي من حركة الجهاد الإسلامي تحديدا، من ماذا ولماذا؟ يعني لتستهدفها هي بشكل مباشر. الجهاد الإسلامي هي ليست بحزب سياسي فلسطيني، يعني حماس هو يعني يشكل حكومة فلسطينية وفاز في الانتخابات في عام 2006، وهو من كان المفروض أن يعني يقود سدة الحكم في السلطة الفلسطينية، ولكن الانقلاب الذي حصل والانقسام الذي حصل بين فتح وحماس، فهي شريك سياسي وهي تتحدث سياسيا ولها جناح عسكري. أما الجهاد الإسلامي فهو جناح عسكري فقط، هو لا يشارك في انتخابات ولا في ندوات ولا في أي شيء من هذا الأمور، وهو يعني كما يصفه الإسرائيلي أنه تابع بشكل مباشر إلى القيادة أو الحرس الثوري في إيران، وهذا ما يقلق الجانب الإسرائيلي بأنها يعني هي ليست جانب سياسي ولا لها أي نشاطات سياسية، وهي نشاط عسكري بحت، وبالتالي يعني هو يستطيع أن يقوم بأي عمل جهادي من جانبه بمنطقة غزة على إسرائيل، مجرد أن يعني يكون هناك أوامر أو ما تحتاج يعني يحتاج من حاجات أو قضيات أمور تخدمه في هذه القضية، ولذلك هذا الأمر يعني يزعج ويقلق إسرائيل أمنيا، بأنه هو يعني تابع مباشرة ودعمه مباشرة من إيران، وإسرائيل تتحسب
إلى المواجهات التي قد يعني يقدم عليها، حتى التهديد الذي حصل من سماحة السيد حسن نصر الله. بالعودة إلى الهدنة دكتور حسن، يعني هل هذه الهدنة ستكون مفتوحة المدة أم لها مدة معينة يعني، وماذا بعدها يعني؟ من التجارب السابقة يعني كانت عندما يتم الاتفاق على هدنة تبقى هدنة مفتوحة حتى المواجهة القادمة أو عندما يتم عدم التوافق على أمور. من الطبيعي أن يكون هناك تسهيلات بعد كل هدنة، تتعهد إسرائيل بالتسهيلات لربما المزيد من العمالة في الداخل الإسرائيلي، السماح لكل الاحتياجات الطبية والمازوت حتى للكهرباء والمواد الغذائية والمواد البناء، ويعني كل ما يحتاجه القطاع يمر عبر المعبر كرم سالم، وبهذا يعني نوع من الانفراج، وتسمح مجددا للصيادين في غزة لمسافات أكبر لممارسة عملهم في صيد الأسماك، ونوع من هذه التسهيلات الإنسانية التي يحتاجها القطاع في ظل هذا الحصار، يعني 17 عام المستفاد من منها هم الحصار. من فلسطين. نعم يعني الفلسطيني هو المستفيد من كل هذه الهدنة بالتالي، وحقا للدماء الفلسطيني، نحن نعرف في هذه المعركة كم من الأطفال استشهدوا وكم من النساء استشهدوا وكم من الرجال كبار السن، يعني بالحصيلة والدمار الذي فعل، أنه هناك لا حقيقة الأمر لا يوجد أهداف يعني مقرات عسكرية يستطيع أن يقصفها الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هناك العديد من المدنيين يعني الذين استشهدوا في هذه المعركة ولحق الدماء، إذن وعندما بالتالي الأمر تصدر دكتور وتملي حسن الشرطة. لن يقف عند هذه النقطة، يعني هذه المواجهات ستكون مستمرة، ولكن نعم متى فعليا يمكن إنهائها بشكل يعني من جذورها مثل ما نقول؟ إنهاء مثل هذه العمليات عندما يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، يعني قبل الشعب الفلسطيني في الرابع من حزيران ليقيم دولته دولة فلسطين وحل الدولتين، ولكن الجانب الإسرائيلي لا يريد، يعني وأقل ما فيه الحكومات السابقة والحالية هي لا تتحدث عن حل الدولتين، وهي تريد إدارة مدنية للشعب الفلسطيني وليس حكومة زاد سيادي، ويسمح لها كما كان في اتفاق أوسلو أن يكون لها ميناء في غزة ومطار في غزة كما كان عليه، واشتغلت يعني هذه المطار والميناء كان العمل عليه في إنشاء ميناء كبير، ولكن كل هذه الأمور يعني توقفت، وحتى المرحلة الثالثة من تحرير الأسرى الفلسطينيين أيضا توقفت، فدون العودة إلى الحوار وحل الدولتين لا أعتقد بأنه هذه الأمور سوف تقف، ولربما سوف نشهد مواجهات أعنف وأكبر من هذه المواجهة. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به من تحليلات قيمة في هذه المقابلة، ضيفي من القدس الدكتور حسن مرهج خبير في شؤون الشرق الأوسط.